حتى تحقق طموحها ورغبتها وقفت عشان تكسر الحواجز الاجتماعية. انتي بنت، مو مكانك، اختيارك خطأ، سمعتك. بس لا، قررت بكل إصرار إنها تكسر هذا الحاجز، وفعلا كسرته. وعلى فكرة انت بيدك تصنع من كل مهنة شرف أو عار. ورغم النظرة المجتمع السلبية والمحبطة وكلام الناس والقيل والقال، تتوقعوا وقفت ولا كملت طريقها؟ أكيد طبعاً، بكل قوة وعزيمة وبكل إرادة كملت طريقها وتخطت الحاجز الثاني. وبعد ما كان الخوف مسيطر عليها ومانعها من تحقيق حلمها، قررت تتخذ صديق مو عدو، وصارت تخاف على حلمها إنه ما يطلع للنور، لأن الخوف صار صديق بطل يكون حاجز. هذه حكايتي باختصار. أنا خلود أبو طالب من السعودية. زمان كنت لما أبغى أخذ خطوة لقدام أرجع بيها لورا، بس اليوم أنا واقفة على مسرح مذيع العرب بعد ما تخطيت وتجاوزت كل هذه الحواجز. خلود اللي كانت أمس راحت، وخلود اللي واقفة اليوم قدامكم هي اللي مصرة على حلمها وتبغى تحققه. بين العادات والتقاليد، بين كلام الناس وبين الخوف اللي انت قلتي تخطيتيهم وتلتتهم، ايهما اصعب بالنسبه لإلك كان؟ العادات والتقاليد او كلام الناس او الخوف؟ اتوقع بنظري اصعب حاجز انا تخطيته هو الخوف، لانه لما تخطيت الخوف تخطيت الحواجز الباقيه. سلسلة. أدائك جيد خلود، أنا برأيي. الفكرة حكينا عنها خلال البرنامج، عبرت عنها بشكل واضح، بس باقي عنا ميكروفون واحد، مشان هيك رح نشوف آخر مشترك حتى نقرر مين رح ياخذ هالميكرو، حتى نكون منصفين مع الاثنين. كل حاجة حلوة حصلت في حياتي كانت بتيجي بعد مجهود وتعب. التخرج من الجامعة، الشغل، الخطوبة، ورغم إن الحاجات دي كلها جت متأخرة شوية، لكن فرحتي بيها كانت كبيرة قوي. عمري في حياتي ما آمنت بالحظ، خصوصاً لما كنت أشوف حظي في الجورنان كل يوم ألاقيه كاتب خبر سعيد في انتظارك. طب كويس، أمسك الجورنان تاني في نفس اليوم ألاقيه بيقول مصيبة في الطريق إليك. يا ساتر يا رب. طب وبعدين أصدق مين فيهم؟ وافتكرت واحد قريبي كان قاعد مع عريس بنته وبيتفقوا على كل حاجة، وقبل الخطوبة بيومين عرف بالصدفة إن العريس برج العقرب، راح مفركش الجوازة لأن بنته برج الحمل وأكيد مش هيتفق. أيوة فعلاً، علم الفلك علم موجود ومعترف بيه، بس مش معقولة نشغل بالنا بيه بالشكل الرهيب ده ويبقى داخل في كل تفاصيل حياتنا. مش كفاية علينا الناس بتاعت أبين زين وأشوف الودع ووشوش الذكر؟ طب ده كلام يتقال؟ ذكر اللي وشوشه، ما ان شاء الله عنه ما سمع. الناس طلعت للقمر فوق واحنا لسه بنصدق في الحظ ومستنيين نحدد علاقتنا بالاخرين على حسب نوع البرج. ولما كنت بشوف تجارب لشباب نجحت وقدرت تحقق احلامها، ساعتها بس ادركت ان مفيش حاجه اسمها حظ، لكن في اراده انسانيه مع توفيق ربنا. لو عايزين تتعرفوا اكتر على نماذج للتحدي والكفاح والقدرة على تحقيق الهدف، تابعونا في برنامجنا قصة نجاح مع يحيى محمود. أهلاً يحيى. أهلاً وسهلاً. تشتغل إيه؟ مدرس مسرح يعني. مدرس تحديد. مسرح. أنت أستاذ. ربنا يخليكي، أنت الأستاذة. أنا بخالفك الرأي بحاجة واحدة. تفضل. بخالفك انك انت مش مع الحظ. انا لا، انا من الاشخاص اللي اعتقد وبشده
إنه الحظ هو الأساس في كل شيء بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على الأكيد، لأنه مهما كانت لديك من كفاءة ولم يفتح لك الحظ الباب فممكن تبقى كفاءتك مدفونة ومطمورة وما حدا يعرف فيها. حيلاقي طريق. نعم؟ بضل بيلاقي طريق. لا. بمرق الحظ مرة لا 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 لا. مرتين. ياما في ناس عندهم كفاءات أكثر مني ومن ليلى ومنك ما حدا بيعرف فيهم، قاعدين ببيوتهم لأنه ما انفتح لهم المجال وما فتح لهم بسبب مجتمعات معينة. بسبب يعني. أي شيء، الحظ، الفرصة، الفرصة بالحياة. وبعدين بتجي كفاءتك لتثبيت نفسك وأنك تصعد على السلم لتوصل إلى القمة. إذا كان لديك الكفاءة والإمكانية إنك توصل. أما من الناحية الثانية يعني أنا بتخيل، قلت لك منى أستاذ، أنا كمان بقول لك أستاذ لأنه بالفعل يعني أهم شغل الإنسان اليوم لما يقدر يأخذها، وهذه مدام ليلى أكيد تقدر تحكي فيها أكثر منا، لما تكون متمكن من أداء المسرح ومن وقفتك على المسرح بشخصيتك تستطيع أن تفعل كل شيء، خصوصا إذا كان لديك الثقافة ولديك كل شيء. أنا شخصيا بس مش هلا، مش هلا بدنا نتفق على الموضوع. بدك اقتراحي أنا؟ اقتراحي أنا؟ خلينا نشوف خلود. إذا خلود تتفضل بس لعنا إذا أمكن. خلود خصمك منه هين الليلة قوي كتير. أكيد طبعاً. أنا شاهدة بصراحة. بتقولي من سوء حظي ولا شو؟ أكيد أنا في موقف لا يحسد عليه بصراحة، ما توقعت إني أنا حط بهذا الموقف، بس أكيد أنا أتمنى له كل الخير لأنه أداؤه فعلاً. أنا أتمنى له كل توفيق والله جد. لا فعلاً أداؤه. أنا عندي بتحبوا نتشاور سوا ولا كل واحد يعطي اقتراح؟ أنا بعتقد يعني لا عادي، خذوا وقتكم لا تستعجلوا. لا لا آخر اثنين بعتقد هيك متفقين نحن، ما هيك؟ خلود مبروك. شكرا. مبروك مبروك خلود، أنت جيدة. أستاذ يحيى. أستاذ حضرتك الأستاذ. تفضل. تفضل. يعني أنا مش عارف أقول.